الألياف الغذائية شيء في منتهى الأهمية للصحة، دي حاجة مفيش فيها خلاف. لكن تعرف إنه المغص، الانتفاخ، الكركبة وساعات الإمساك اللي عندك ممكن يكون سببه مشكلة في تناولك الألياف الغذائية؟ في الفيديو ده هنعرف مع بعض إيه هي أهم الثلاث أخطاء بيحصلونا وإحنا بنتناول الألياف وبتحولها من حل لمشكلة. تابعوني. الألياف الغذائية هي الجزء اللي في الأكل اللي إحنا ما بنعرفش نهضمه، ما عندناش الإنزيمات اللي بتخلينا كجسم بشري يقدر يهضمه. دايما بتبقى كربوهيدرات ودايما بيبقى مصادرها نباتية زي الخضروات والفاكهة والبقول والبذور وحاجات تانية كتير. في منها نوعين مهمين وكل نوع غير التاني وفوائده غير التاني، ألياف بتدوب في المية وألياف ما بتدوبش في المية، لكن الاثنين مهمين جدا لصحتنا والوقاية من أمراض كتير قوي ما تعدش، القلب والسكر والضغط وأهم حاجة السرطان. كل ده من خلال ميكانيزمات كتيرة جدا، لكن ما ينفعش ما نتكلمش على دورها في الميكروبيوم، البكتيريا اللي عايشة في جهازنا الهضمي وبتتحكم في حاجات كتير جدا جدا في جسمنا أكتر من جيناتنا بكتير. يعني مثلا البكتيريا دي على حسب الألياف اللي احنا بنأكلها لها ممكن تأثر في مزاجنا، تخلي عندنا قلق مثلا أو اكتئاب ومشاكل كتير جدا مش بس عضوية كمان نفسية. وبالتالي الألياف دي حاجة مهمة جدا وعلاقتها وثيقة جدا 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 بأمراض كتير، وعشان كده بنقول إن الدايت الحديث أو الدايت الغربي بيهيئنا لأمراض كتير، لأن أهم حاجة فيه إنه أقل بكتير من الألياف اللي كنا متعودين ناكلها زمان. طب لما هي مليانة فوائد كده إزاي بتقول إنها ممكن تكون مشكلة مش حل؟ الألياف دي نيوتريان، مغذي زي بقية المغذيات، وطالما هي نيوترينت يبقى لينا كمية محتاجينها منها، أقل منها يحصل مشاكل وأكتر منها يحصل مشاكل، ودايما التوازن مطلوب. إيه الكمية الموجودة أو اللي إحنا محتاجينها؟ الستات تقريبا بيحتاجوا 25 جرام في اليوم والرجالة 30. الست لما تبقى حامل يمكن تحتاج أكتر، تحتاج 28. كل الناس لما بتكبر ترجع تقل تاني في احتياجاتها من الألياف، يعني الستات يكفيهم قوي 20 جرام والرجالة يكفيهم 30 جرام. معظم الناس لو خدوا الألياف بشكل غلط ومرة واحدة تبدأ تحصل لهم مشاكل فوق 40 جرام في اليوم. هنعرف مع بعض بقى ايه هي الأخطاء وازاي نتجنبها علشان نحول الألياف لفايدة بس من غير ما يجينا وراها كركبة واضطرابات قولون وقولون عصبي والنكد اللي بيحصل ده لما ناكل الأكل اللي بيقولوا عليه صحي. أول حاجة لازم ده يتم بالتدريج، ما ينفعش تكون كل عيشتك فين وكايزر وأكل من برة ومرة واحدة تصحى الصبح وتقول أنا قررت أعمل هيلثي دايت أو أكل أكل صحي وحاكل النهاردة ألياف، وتفطر وتتغدى وتتعشى سلطة وتحط كل البذور وما تقشرش كل الخضروات والفواكه. زي ما اتفقنا دي حاجة إحنا ما بنعرفش نهضمها، كل اللي بيحصل ان البكتيريا اللي عايشة في القولون بتاعنا بتبدأ تشتغل عليها وتخمرها، بيحصل مشكلة كبيرة جدا لو دخلناها مرة واحدة، الدنيا بتتبرجل تماما. عشان كده اول تريكة هو التدريج، لو طول الوقت انت بتاكلش سلطة ما بتاكلش بذور اعمل كده بالتدريج. حكاية طبق كبير سلطة دي غلط، لانها هتعمل لك مشاكل وهتبهدل لك قولونك وهتعمل حاله من عدم التوازن، لان ده شغل تقيل نزل في الامعاء ومحتاج ان احنا نكون ممهدين ومهيئين للقصه دي. كل يوم معلقه وزود معلقه معلقه لغايه ما في الاخر تقدر تاكل طبق سلطه كبير اللي الدكاتره بيقولوا عنه. تاني حاجه زي ما قلت لكم احنا عندنا نوعين وكل نوع مختلف تماما عن التاني، علشان تاخد الفايده محتاج يبقى في توازن بين النوعين، النوع اللي بيدوب في المية والنوع اللي ما بيدوبش في المية. النوع اللي بيدوب في المية غالبا بناخده من الحبوب، حاجة زي الشوفان، الفاكهة، البكتن مثلا اللي جوه التفاح. النوع اللي ما بيدوبش من المية غالبا بناخده من البذور والقشور، الخضروات والفواكه. دايما لازم ازود من نوعين ويبقى فيه بالانس او توازن بين النوعين. لو خدت الالياف اللي بتدوب في المية كتير اكتر من النوع التاني هيجيلي امساك، ولو خدت الألياف اللي ما بتدوبش في المية أكتر هيجيلي إسهال، لأنه بنخلق حالة من عدم التوازن، لأن كل نوع له شغله وليه التفاعلات اللي بتتم معاه في القولون.
فوانت بتزود حجم الالياف كلها اجمالا بالتدريج حاول تزودهم بشكل متوازن من ده على ده وطول الوقت في توازن بينهم علشان جهازك الهضمي ما يتلخبطش. ثالث غلط، اوعى تزود الالياف من غير ما تزود معاها ميه. مشكله كبيره جدا بالذات لو خدت الالياف اللي هي ما بتدوبش في الميه، اللي بتعمل حاجه اسمها بالك ستول او بتعمل قوام كبير للبراز. لو ما خدتش معاها ميه هتحصل مشكله كبيره جدا لدرجه انه ممكن يحصل حاجه اسمها ستول انفكشن، يعني يحصل تركن الفضلات في القولون وممكن تعمل لك مشكله كبيره جدا. وقبل ما تعمل المشكله بتاعه الامساك الشديد او لا قدر الله الانسداد المعوي هتعمل قبلها كركبه كبيره جدا وانتفاخات وغازات وارتجاع وهتبقى مش طايق نفسك. اوعى تزود الياف من غير ما تزود ميه. عموما كده كده لازم نشرب ميه كتير، بس لما تاخد قرار زياده الالياف بالتدريج لازم تزود معاها ميه كمان. وبكده اتعلمنا شويه حاجات بسيطه عن الالياف، هنتعلم اكتر ازاي ناخدها وناخد تيبس اكتر ازاي نزود الالياف في اكلنا. بس اهم حاجه ناخد بالثلاث نصايح دول علشان ما نقولش لما سمعنا كلام الدكتور تعبنا اكتر، ولا لما مشينا الاكل الصحي بتاعكم قولونا اتبهدل. هي دي الثلاث تركات اللي هتخليها حل مش مشكله، وقايه مش مرض.